الجيش شال البلد فوق دماغه في 2011 و12 و13 و14 ولغايه دلوقتي الجيش كان شغال بيدافع عن حدود البلاد بيحاول يبطل هذه الخطه الموجهه والشائكه والدقيقه للايقاع بالدوله المصريه الجيش تحمل سخافات وتطاول الكثيرون الجيش تحمل كل هذه خطايا من بعض الساسه او المنتسبين الى السياسه لكنه كان نصب عينيه عقيده لم ولن تتغير ان الجيش خادم للوطن الجيش من بنات هذه الامه الجيش المصري له عقيده منفصله ومختلفه عن كل جيوش العالم لم يخون ولن يخون لم يكن في يوم من الايام للايجار جيشنا ليس للايجار جيشنا ليس للمهاترات جيشنا ليس للمناورات جيشنا لا يباع ولا يشترى جيش مصر يا جماعه جيش شريف جيش مصر جيش لمصر فقط والقضايا مصر فقط ولحدود مصر فقط ولتراب مصر فقط وللامن القومي المصري فقط جيش مصر لا يخوض مغامرات تاني بقول جيش مصر ليس من اهدافه وليس مسموحا أن يخوض مغامرات. الجيش المصري قوي قوة مفرطة. لكنه بتديره حكمة بالغة. أرجو الناس تسمعها كويس. أرجو الناس المصريين والشباب الشباب كله فتح عينه دلوقتي ومنتبه لقضايا قومية ووطنية وفلسطين وليبيا والسودان، الناس بقت تفتح عينها علم جدا رائع، رائع جدا. انتبهوا يا سادة واعلموا أن جيش بلادكم لا يباع ولا يشترى. جيش بلادكم شريف. جيش بلادكم نبيل. جيش بلادكم لا يخوض ولا يتورط في حروب إلا من أجل الدفاع عن مصر، وإلا من أجل الدفاع عن الأمن القومي المصري، وإلا للدفاع عن كل حبة رمل في مصر. جيشنا لا يباع تاني وثالث ورابع، لا يباع ولا يشترى. الجيش اللي انتم شايفينه جيش منكم وإليكم وجيش ما عندوش في خططه ابدا ان هو يطاطي راسه ولا في خططه ان هو يساوم ولا في خططه ابدا انه يكون جزء من تحالف مصر لا تقبل الدخول في تحالفات عسكرية ومصر لا تقبل الدولة الوحيدة التي لا يوجد على اراضيها قواعد عسكرية لاحد لازم الناس تعرف لازم شبابنا يعرف لازم ولادنا واهلينا يعرفوا ان احنا عندنا جيش شريف وعندنا عقيده غير موجوده في اي جيش في العالم